احلى ضيفنا الثالث اللي معانا بالحلقه لليوم. رح ننتقل يعني يمكن لعده اغاني، منها شويه شويه ولا يا قلبي وخاله ويا خاله، هلا هلا. وكل هاي الاغاني اللي لما تسمعها بتاخذك لزمن، يعني الاغنيه العراقيه الجميله اللي كانت تحمل يعني كل ما فيها من معاني ورساله وكلمات ولا اروع. وهاي الاغاني يمكن صارت مثل النشيد الوطني بهذاك الوقت. فعلا ضيفنا لليوم هو صاحب هذه الاغاني اللي يمتلك صوت راقي وعذب وقوي، وغنى بطريقه يمكن لليوم ما حد قدر ان يغني ويجيد هذه الطريقه. راح نشوف الان وراح نسمع بعض الاغاني ونرجع من جديد. مثل ما شفنا أدى جميع ألوان الفن، الموال والحزين والسريع، وله أعمال كثيرة مميزة على طول هاي السنوات. اليوم رح يكون معنا الفنان القدير من هولندا عبر السكايب باسم العلي. يسعد صباحك أستاذ، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير على عيونكم الحلوة، صباح الخير على جميع مشاهدين قناة دجلة، وأحلى صباح وأحلى برومو شفت اليوم وفرحان بكم. حياك الله استاذ باسم، يعني في البدايه انت منورنا، وبصراحه كنا نتابع رده فعلك اثناء ما دا نسمع الاغاني، وصلنا لاغنيه قديمه جدا، شفنا ابتسامتك كانت واضحه، ما اعرف اذا كان اكو سر او قصه وراء هذه الابتسامه مع هذه الاغنيه بالذات. لا بالعكس، هي الحياه حلوه والحياه دائما تحب الابتسامه طبعا وتحب الامل اكيد. نعم. طيب استاذ، يعني يمكن انت اليوم استاذ باسم مختفي شوي عن البرامج التلفزيونيه واللقاءات التلفزيونيه، شو السبب؟ شوفي، هو مو اختفى، انا طبعا لانه عايش بهولندا البعد هذا اكيد، بس دائما اللقاء قد ما يكون لايف او مباشر في الاستوديو قصدي او لوكيشن او جلسه بيكون اجمل من السكايب، يعني دائما يكون اجمل، هذا انا اشوف. صحيح. طيب استاذ باسم، هل هذا الموضوع خلاك تروح الى نقطه انه انت تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في انه انت تتواصل مع جمهورك لانه انت مقل معاهم في اللقاءات التلفزيونيه؟ لا اكيد، يعني عندي صفحات وعندي مدراء اعمال يديرون صفحاتي جميعا ومتواصل بالعكس حتى بالاسئله، وحتى اكو فنانين شباب بعدهم صغار يستشيروني باغاني وياخذون رايي بهيك تواصل يا هماني. نعم. طيب لو نحكي اليوم استاذ باسم عن الاغاني اللي انت بتختارها، يعني احنا مثل ما شفنا كل اختيار كان موفق وكل اختيار كان يعني على اسس معينه، ويمكن كمان اختيارات كانت عم بتناسب يمكن اغلب اذواق المستمعين والاشخاص والجمهور بشكل عام. فلو بنيجي بنحكي اليوم عن الاسس اللي انت بتتبعها باختيار اغانيك، اذا بدنا نفيد اليوم الشباب الصغار اللي عم ببلشوا بهالمجال بمجال الفن، شو ممكن نحكي لهم؟ شو هي الاسس اللي بتختارها؟ الصدق بالعمل، الصدق طبعا. الأغنية هي رسالة، الأغنية هي عبارة عن رسالة، يعني أنت من تقدمين رسالة لازم تبدعين بها، أهم شيء الصدق. يعني أنت من تقدمين أغنية تختارين اللحن المفردة، تختارين يعني مثل ما يقول لحن راقي يوصل من القلب إلى القلب، فلازم يكون عملك ينجح أكيد. لذلك أغانينا مستمرة وواصلة لحد الآن. صحيح. ليش؟ لأنه بيها صدق. صحيح. صدق التعبير. نعم. نعم. طيب أستاذ باسم، يمكن قبل ما نكمل حديثنا وياك، نقدر نسمع منك في مقطع صغير من أي أغنية تختارها؟ طيب. مشتاق لك مو، مشتاق لك مو، مشتاق لعيونك حبيبي، مشتاق لك مو، لو تشوف الصار بيا والله تبكي دمع علي، لو تشوف الصار بيا والله تبكي دم علي، مشتاق لك مو.
الله عليك وعلى هالصوت. يمكن فعلا احنا اليوم اشتاقينا ان نسمع مثل هذه الخامات ومثل هذه الاغاني اللي مثل ما ذكرت انت توصل لقلب المستمع بطريقه يعني مو مثل للاسف الاغاني اللي نشوفها هسه فيها كلمات يمكن غير لائقه، فيها كثير من الالحان اللي ما تكون مناسبه، ففعلا احنا سعيدين ان سمعنا صوتك اليوم استاذ باسم. انا اسعد بكم. طبعا استاذ باسم يمكن اليوم احنا حابين هيك نحكي لك كم اسم اغنيه، وبدك تقولنا شو بتعني لك هاي الاغنيه، يعني اذا حابب بجمله بكلمه، ولكن هيك حابين حتى لو بابتسامه مثل ما عملت بالبرومو، يعني حابين نعرف شو بتعني لك اغنيه شويه شويه. شويه شويه صرت تتغير علي. طبعا صدقيني اذا اقول لك اني هذا الموضوع جوز ابالغ في نفسي. كل اللي غنيته كل اللي غنيته حتى إذا ما كانت قصة واقعية وياي فهي قريبة على قلبي. نعم. يعني شوية شوية من الأغاني اللي أعتبرها على ركب الباسم العلي. إحنا نسميها بيناتنا الفنانين نسميها أغنية عضلات. حلو. أغنية راب. نعم. فتعني لي يمكن أعتبرها يعني دراسة بسيطة من مشوار الفني. نعم. طيب أغنية لا يا قلبي اللي أنا فعلا كلش أحبها وأحب أنه بعد ما نعرف رأيك بيها تسمعنا إياها إذا ممكن. لا يا قلبي، لا يا قلبي غير، لا يا قلبي موضوعها فعلا هي غير صحيح. صرف طبعا أكيد، ولا يا قلبي أحسها ملائمة لجميع الأجيال. أغنية تحسيها في كل وقت، إذا سمعتيها الصبح أو المساء أو الليل تحسيها هي أغنية في كل الاذواق وكل المناسبات. نعم. صحيح فعلا، وهذا اللي شفناه وشهدناه باغلب اغانيك استاذ باسم. طب خاله يا خاله، انت قاعد تذكرين هسه باغاني هذا الهدف. خاله يا خاله اعتبرها اني مو اني يعني اعتبرها اني واصدقائي والناس نسميها السلام الجمهوري. حلو. اي والله. طيب استاذ باسم اليوم نشوف انه يمكن الاغنيه هي عمل متكامل ما بين الفنان، الملحن، الموزع، الشاعر، فاليوم حضرتك من اكثر الشعراء اللي تحب تتعامل وياهم ويكون انه يمكن سواء كان بينكم تعامل من قبل او ممكن يصير في المستقبل؟ شوفي انا تعاملت يعني بحكم شغلي جميع الشعراء. نعم. اللي هم يعني اللي هم في وقتنا حسين الشريفي، عدنان هادي، عادل مكي، تعاملت معهم وشعراء وجزء ما اذكرهم في هذه اللحظه يعذروني. اما اشتغلت مع كريم العراقي، اشتغلت مع سعد يوسف اللي هو اساسا مقيم في الاردن، اشتغلت مع عمار المجالي شاب صغير، وحاليا عندي شغل قريبا جدا مع الشاعر الكبير، طبعا هذا حصري من خلال قناتكم، مع الشاعر الكبير اسعد الغريب. لنا شرف طبعا نحن استاذ باسم بهالموضوع، لكن احنا هلا عندنا طلب هيك يعني طلب يعني خاص جدا من زميلتي وحش، لانه هي حابه بتحب كثير اغنيه اه يا قلبي فحابه تسمعها. اوكي صحيح. لا يا قلبي جوز من عدهم كافي، لا يا قلبي لا يا قلبي ما حد حنو يوافي، لا يا قلبي باعاول العشرة ونسونا راحوا ما ودعونا، باعوا العشرة ونسونا راحوا ما ودعونا، وش حصلنا غير بس تعبك وتعبي، لا يا قلبي. الله الله عليك استاذ باسم ما شاء الله على الصوت. اليوم نشوف الاغاني العراقيه
في فترة وأخرى تحتل وتكون الأولى في الوطن العربي، فخلينا نعرف اليوم رأيك بالأغنية العراقية الحالية، وأيضا شنو تختلف عن أغاني اللي كنا نسمعها من زمان الأغنية العراقية اللي نقدر نقول قديمة يمكن ليس من بعيد ولكن من وقت قريب. الأغنية العراقية بخير دائما بخير، لأنه من إبداع إلى أدنى، والشباب الفنانين العراقيين معروفين يعني ما شاء الله عليهم، نعم يعني إبداعات كبيرة متواصلة، مثل ما احنا تواصلنا من جيل الثمانينات والسبعينات إلى خلينا الأغنية التسعينية تكون راقية. صحيح أكيد فعلا الشباب مبدعين بها، صح فيها بعض السلبيات ولكن لا يعني تبشر بخير الأغنية العراقية، والحمد لله مش كل يشوفوها واصلة، والكل في يعني يسمع الأغاني العراقية، يعني ما شاء الله الأغنية هسه بخير، أنا أحس بخير جدا. نعم. طيب اليوم كمان أستاذ باسم نعرف أنه في كثير برامج عم تطلع، يعني ظهرت يعني مؤخرا وعم تظهر بعدها للمواهب الغنائية، وعم نشوف كمان يمكن في كثير أشخاص مع وضد هاي البرامج، يمكن في بيقولوا لك أنه صحيح عم تطلع المواهب، وعم نشوف أنه في أشخاص يعني عم بتسلط الضوء عليهم اللي كانوا بحاجة لهذا الدعم المعنوي أو حتى المادي ممكن لحتى يقدروا يمشوا بمسيرتهم الفنية، ولكن في بعض الأحيان عم بيصير فيها هاي أيضا البرامج نوع من الظلم لأشخاص يمكن عن جد عن جد أصواتهم جدا رائعة، ولكن على حسب الجمهور يمكن اللي عم بيقيم الأصوات. وهل هاي الأيام يمكن أنت من الأشخاص اللي انطرح عليك موضوع أنك تكون بلجنة تحكيم، ولكن يعني ما بعرف إذا كان ممكن ترفض أو تقبل أنك تكون بلجنة تحكيم، هل بتحس أنه هذا الموضوع ممكن أنه يساعد هدول الشباب بأنهم يسلطوا الضوء على مواهبهم، ولا بتحس أنه ممكن ينظلموا بهيك مواهب؟ شوفي يعني أكيد يعني هي البرامج اللي شفناها وكل جمهوركم شافها أكيد يعني في ناس ينظلمون فيها متأكد، وأنت معاي والجمهور كله صحيح أكيد. شوفي أنا عن نفسي إذا تقولي لي لجنة تحكيمية، شوفي رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، أكو أكفأ مني، أكو أساتذة أكفأ مني، أتمنى هم يكونون في اللجنة التحكيمية، هاي واحدة. الموضوع الثاني، حتى إذا الفنان أو الشاب اللي كان في البرنامج انظلم، خلي هو يتعب على حاله، خلي يشتغل، وإذا ما حالف الحظ أو ما اختاره، خلي هو يشتغل على حاله. صحيح. لأنه أنا مرات أشوف بصراحة فنانين يعني يوصلون نتيجة حلوة في البرنامج، بس من ينتهي البرنامج يطلع يغني مكانات ما حلوة، صحيح. يكون لا تليق بمستوى يعني البرنامج أو الشاب أكيد اللي كان فيه. صحيح نعم. أشوف يعني ابتعد، يعني بالعكس أشتغل على نفسي وأظل أثابر هذا الفن، هذا الفن مو كل واحد يجيب ليلة ويوم، مستحيل ترى، لازم يظل يقدم ويواصل ويقدم أغاني حتى إذا كان عمره صغير أو كان عمره كبير، فن هذا فن ما يخلص. نعم. ما دام أنت عندك إبداع بداخلك تبقى تقدم أغاني. نعم. فأتمنى من شبابنا حتى وإن ما اختيروا في البرنامج اللي يظل يشتغل على نفسه ويقدم أغاني حلوة. يمكن احنا شهدنا عدة نجاحات لأشخاص ما كانوا بالمراتب الأولى أو يمكن بالاختيارات يعني الأخيرة للبرامج اللي مثل برامج المواهب، ولكن شفناهم تألقوا وأصبحوا فنانين أيضا. فصحيح كلامك أستاذ، شكرا كثير على الكلام. نعم. نعم. طيب أستاذ باسم، لو تحدثنا اليوم عن آخر أعمالك وهي أغنية أحبك، خلينا نعرف منك كلمات منه، تلحين وتوزيع وكل هذه التفاصيل. أغنية أحبك طبعا صورت في بغداد على فكره. حلو. لان انا قبل شهرين كنت في بغداد جوله فنيه قبل ان يصير الحظر والشغلات. فالاغنيه طبعا من انتاج المنتج العربي العراقي ناجي الشمري. والاغنيه كلمات الشاعر طبعا صديقي اللي مقيم في الاردن سعد يوسف. تحياتي له.
نعم، والحاني، والتوزيع لؤي عامر، والإخراج طبعا المخرج الشاب رامي قيثارة. طبعا هذه الأغنية أحبك يمتى تفهم اشتغلناها على ستايل حديث حلو، طبعا، العفو. صحة. و سجلت أيضا أغنية ثانية هواية عالم من إنتاج ولاية بطيخ، وصورت أغنية أيضا جديدة شبعني من حنانك قريبا ترى النور، نعم، وأغنية أحبك من الأغاني اللي حسيتها أني أحب يعني أتواصل مع جمهوري بالأغاني الستايل الجديدة. نعم. نعم هل ممكن نسمع مقطع منها منك الآن لو سمحت؟ أي أغنية؟ أحبك. أحبك يمتى تفهم أنا عاشق متيم، حسبي يا حبيبي أني بيك مغرم، يمتى تحن علي ترجع يوم لي، أعشقك يا حبيبي قل لي شو وقت نلتم، تعال اقعد قبالي تعال وشوف حالي، شوف اللي جرالي يا غالي يا غالي، تعال سل علي شوف الصار بيا، ما احمل هدية يا غالي يا غالي. الله عليك، ان شاء الله اكيد ننتظر ان نسمع هذه الاغنيه وتكون نازله كامله، وانا متاكده انها راح تعجب الجمهور، راح يكون لها اصداء حلوه جدا. وايضا استاذ باسم، حابه اعرف منك انه هل هناك ممكن حفلات لك بالمستقبل؟ هل اكو خطط من هذه الناحيه لكل جمهورك اللي حابين يسمعوك ايضا يكونون موجودين في الحفلات سواء في العراق او بالعالم؟ أكيد عندي جولة قريبة جدا على الشهر السابع، وراح تكون أول محطة لي في الأردن، حلو. وبعدها نطلع على بغداد في حفلة في نادي اليرموك، وبعدها نطلع على أربيل. هذه الجولة القريبة إن شاء الله. نعم أكيد، يعني إحنا بنتمنى لإلك كل التوفيق، وأكيد يعني إن شاء الله نشوفك بالأردن بما إنه إحنا هلأ موجودين هون، نعم أكيد نتشرف. فبانتظارك أستاذ باسم، وشكرا كثير لإلك على هالمقابلة جدا رائعة، يعني أضفت لنا كثير ببرنامج صباح دجلة. شكرا لكم، وشكرا إلى كل جمهوركم اللي شاهدنا، وأنا ممنون منكم على هذا اللقاء البسيط، وإن شاء الله إذا جينا الأردن نعمل لقاء لايف طبعا إن شاء الله. ان شاء أشرف الله حياتي بتنور. وصباح على كل أهلنا العراقيين والأردنيين. حياك الله استاذ باسم، نتشرف بيك ونورتنا، وشكرا لوجودك ويانا.